سلامك الله وبركاته. مرحبا بالضيوف تاعنا مدير التقنيه الوطني الشيخ مصطفى رياضه الوان كودوجي. شرفنا هنا بالحضور تاعك مع التلاميذ والممثل معكم مدرب قادة رياضه اليوسف كنبيدي بيدو ممثل ولايه غليزان. والحمد لله رانا شباب، رانا بطل هنا جزائري حصل المرتبه الثالثه عبر مكاش عندنا امكانيات والتكسو القاعه في دار فارغه. ونطلب منا من السلطات تعاوننا ان شاء الله بالماتريال اللي كاين، وان شاء الله نجيبوا احسن من هذه الرتبه ان شاء الله باذن الله. والناس لاه برا هذه اللي تكمين المخدرات وكاع، والشباب لاه برا. هاي كان قاعه هنايا اليوسف كان بيدو، هي مجموعه من الرياضات. نتمنى الناس كاع تجي تلحق هنا كما قلت، جسم سليم، العقل السليم في جسم سليم. وسلامة الله وبركاته. السلام عليكم، ارحب بك اخي الكريم. احنا اليوم رانا اول حاجه نعرفك برياضه الوان كودوجي والفنون القتاليه المختلطه. احنا نديروا رياضه شامله. اول حاجه اليوم رانا معروضين عندكم في ولايه غليزان، الله اعلم دائره زموره، الله اعلم لو مانيش غلط، عند الاخ عبد القادر الاستاذ في رياضه لوسيا كمبيدو. عرضنا بالمناسبة تاع الاحتفال باليوم 5 جويليا عيد الشباب، رانا عندكم في ولاية غليزان، وان شاء الله تكون الاستعراض هذا يكون يليق ان شاء الله ويعجب ان شاء الله المدعوين ان شاء الله هنايا والمسؤولين. وحنا ثاني باش نعرفوا بالرياضه نتاعنا هذه، رياضه الوان كودوجي هنا في الولايه هذه ان شاء الله، وباش نرسموها ان شاء الله بصفه رسميه لكتب ربي، وان شاء الله تعجب المشاهدين. حنا ان شاء الله نصيحه للاولياء والناس اللي راهم مش يمارسوا الرياضه، انا ماذا بيا ان شاء الله كل اب وكل اخ كبير او جار ولا يسي باش يلتحق للقاعات الرياضيه، باسكو القاعات الرياضيه ورياضه سكول يعني الرياضات القتاليه راهي فيها فوائد كبيره، يعني من جانب النفسي والجانب البدني والجانب يعني ماذا بيا انا لو كان كل واحد يجيب وليده مام يبيتيه من الفراغ تاع الشارع، والظاهره اللي رانا نشوفوا فيها يعني درك راهي عمت ظاهره المخدرات وظاهره، يعني ماذا بيا اللي تلميذ يقعد برا، ماذا بيا من الاحسن يجي للقاعه، يجي للقاعه يستفاد يعني في الجسم نتاعو، ويقول لك العقل السليم في الجسم السليم. يعني انسان ماذا به سورتو الاولياء لازم يحرصوا على اولادهم الوقت الحالي اللي رانا فيه، ماذا بهم يلتحقوا بالرياضات، كاين سباحه، كاين بزاف حوايج يعني اللي يقدر انسان يكون لازم مع وليده، وليده ينجح له في الدراسه وينجح له في المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه على اشرف المرسلين سيدنا محمد. اما بعد، اليوم الجمعه اجتمعنا للاحتفال بعيد الاستقلال. انا اسمي سليمان محمد، انا عضو في جمعيه فنون الهاوي لمولوديه بن داوود. انا العب رياضه اليوسف كامبيدو، وهي رياضه هي فن قتالي تجمع مجموعه من الرياضات مثل الجيتسو والجيدو والكيك بوكسينغ وغيرها. اتمنى ان اصل الى المستوى العالمي، وانا اطلب من كل الشباب ان ياتوا لممارسه الرياضه، فكما قال الجسم العقل السليم في الجسم السليم.